حيلي لأول مرة بتسمعيها والنتيجة رموش كثيفة قشر النيل بولش. أنا بدي ريح راسي. مرحبا يا حلوين، أنا نجلة وبفيديو اليوم حيال دردشة ونصايح فتابعوني. حيلتنا لليوم طريقة لتطبيق الماسكارا والنتيجة رموش كثيفة، يلا نشوفها. اليوم عن هيرو بالنسبة لإلي، منو سوبرمان، منا وندر وومن، لبل هي سوبر باج اللي بتخلصنا بكل المواقف، مثل ما عم قلكم بكل المواقف. هالشنطة موجودة معي وين ما كون، وين ما روح، وشو ما كانت توقيت. إذا ما ساعت بالباج بتكون بالسيارة، ما في مجال. وهلأ رح كون عم شوف أنا وياكم شو موجود بقلبها، لأنه كل آيتم موجود فيها ساعدني بلحظات كتير محرجة بحياتي. أولاً أكيد بادز. تاني آيتم نيل بولش اللي بكون حاطة منه، قشر النيل بولش، راح عن الزاوية، يعني شو بدي أعمل؟ لا أنا بدي ريح راسي. talking about nails، مبرد تطق تطق خلصت. تي باج أو شاي منو ضروري، بس إنه أنا هيك راحة نفسية شو بتكون فيها. بهالأيام معقم اليدين او الهاند سانيتايزر ما بتخلى عنه، ومعي اكثر من واحد. ماي فيفورت ايتم، احذروا شو هو. اوكي ما رح تعرفوا. هيدا ضو للسيلفي بكل سهوله. اذا انا كنت بغرفه معتمه وعبالي هيك انا بيطلع عبالي اخذ سيلفي وما بيكون في ضو، بثبته على السيلفون بهالطريقه، بضويه وباخذ سيلفي مع ضو بعقد. ملقط حواجب تبكل عادي. مقص كتير مهم، عاملة ضفيرك، بدك تفتحي شي بلا ما تنزعيهم، أو مثلا حبيتي تقصي شوي من حواجبك. ربطة شعر كلنا فاميليير لإلها كمان. تبابيس شعر، زر، ها أكيد ما محطته. لاصق سريع لكل شي، للضفر، للسكربينة، للحلقة، للنكلس، لكل شي، ما تتخلي عنه، دايما بجزدانك. بريث سبراي، إبرة وخيط، عادة أسود أو أبيض، هيك بيمشوا مع كل شي وشو ما كنا لابسين. وأخيراً هالدبوس الصغير شفتوه؟ كتير بفيدكم. النصيحة لليوم كل شي عن واقي الشمس. كخطوة أولى من الضروري نعرف الفرق بين واقي الشمس والأس بي أف. صحيح انهم بيكملوا بعضهم وما فينا نحصل على واحد بلا الثاني، بس في فرق صغير بيناتهم، واللي هو انه واقي الشمس هو الاكتشوال فورمولا، يعني المنتج اللي نحن عم نستخدمه واللي هو الكريم الابيض، اما الاس بي اف هو المؤشر لدرجه الحمايه اللي نحن عم نتوقعها من هالسان سكرين. كتير اوقات بنشوف على السان سكرين مكتوب اس بي اف 30، اس بي اف 15، ولازم نعرف نقطه كتير مهمه، انه كل ما علي الرقم كل ما نحن بنكون عم ناخذ حمايه اكثر. اذا كان واقي الشمس اس بي اف 30، بشرتنا بدها 30 مره وقت اكثر لتبلش تتاثر باشعه الشمس. لما نحكي عن واقي شمس بلو بروتكشن او بحمايه خفيفه بيكون الاس بي اف تحت ال 15. لما نكون عم نحكي عن واقي شمس بحماية متوسطة أو بميديوم بروتكشن بيكون الـ SPF بين الـ 15 والـ 29. أما إذا كان طلبيق واقي شمس بحماية عالية أو هاي بروتكشن بيكون بين الـ 30 والـ 49. وأخيراً كل مؤشر SPF 50
وصاعدا بيعطيك very very high protection أو حماية كتير عالية لدرجة بتوصل ل 99%. سؤالين كتير مهمين وكتير بينسألوا، هل كل واقي شمس بيحمينا من أشعة الشمس؟ صح، بس هل كل واقي شمس بيحمينا من تكون التجاعيد ومن تكسر الكولاجين ومن البلاك أو الدارك سبوتس؟ لا. إذا كان طلبنا واقي شمس بيحمينا من اليو في بي اللي هي بتأثر على الطبقة الخارجية من الجلد، ويحمينا من اليو في اي اللي بينتج من خلاله تجاعيد وتكسر الكولاجين والبراون سبوتس أو الكلف مثل ما منقلون، لازم نختار واقي شمس مكتوب عليه Broad Spectrum SPF وهو كفيل أنه يحمينا من اليو في اي واليو في بي. وهلأ رح أنقول ورح شدد على أهمية تطبيق واقي الشمس صيفاً وشتاءً. أول شيء لازم نعمله بس نوعه من النوم وبس نعمل السكين كير تبعنا هو تطبيق واقي الشمس، وحتى لو بقينا بالبيت. الأماكن الأساسية لنطبق واقي الشمس عليها هي أكيد الوجه، الأذنين، على الرقبة والصدر، الرقبة من وراء إذا كنا رفعين الشعر، وعلى الإيدين. وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم، إن شاء الله تكونوا حبيتوها واستفدتوا منها. أكيد ما تنسوا تعملونا سبسكرايب وتفقسوا على الجرس لكل ما ننزل فيديو دغري تحضروا. باي.